اشتراط الغرامة؟ أولا ما يتعلق باشتراط الغرامة فهذا ما يسمى بالشرط الجزائي. والشرط الجزائي صدر قرار من هيئة كبار العلماء باعتباره طالما أنه اشتمل العقد على هذا الشرط، وكان هذا الشرط واضحا، وكان نتيجة عقوبة إخلال، فبناء على هذا فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. هذا فيما يتعلق بالشرط الجزائي.